يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أعيد الآية، يقول جل في علاه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، كذب المنجمون ولو صدقوا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه، ويعلم ما في البر والبحر. اجتهد ما هدما عند أهل اللغة وعند أهل العلم بالأصول تفيد العموم، ما في الأرض أي حاجة جليلة صغيرة دقيقة كبيرة حية ميتة، أي حاجة، أي ذرة، أي نواة، أي خلية، أي حشرة، أي دابة، أي حركة، أي شيء على وجه الأرض أو في باطن الأرض يعلمه الله. هدما كالدل على العموم، اللي يقول لك الله عز وجل: ما من دابة إلا على الله رزقه، ما من دابة، كل ما يدب فالرزق على الله سبحانه وتعالى. هذا ما كالدل على العموم. يقول الله عز وجل: ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من أي ورقة سقطت، هذا ما عاود نرجعوا ليها، وما تسقط من ورق، أوراق ديال الأشجار اللي كتسقط، وشو شحال من شجرة وشحال من ورقة كتطيح، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحان من أحاط بكل شيء علما، ولا حبة في ظلمات الأرض، تدك الحب اللي كيتزرع وكيغطس في أعماق الأرض، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ذلك عند الله، كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق. كلنا كنعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرناه سابقا وأذكر به: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ما أكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. ما هو كائن، هذا ما هو كائن، كاع داكشي اللي غيكون في الإنسان، في الجان، في الحيوان، في الحشرات، في النباتات، في الأشجار، في الأمطار، في أي حاجة، أي حاجة، اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، سواء من حوادث التاريخ وصروفه، ومن أخبار الأمم والأقوام مع أنبيائهم ورسلهم، ومن خبر رسولنا عليه الصلاة والسلام مع أمته، ومن خبر أتباع الرسل والأنبياء إلى قيام الساعة، كل شيء قاعد الشيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن من عقيدتنا، من الأمور اللي احنا كنعتقدها وكنأمنوا بها، وهذه أصول تنذكروا بها دائما ما نغفلوش عليه، إن من عقيدتنا أن كل ما يجري في هذا الكون هو من جملة تدبير الله عز وجل وتقديره، ذاك الشيء اللي كيجرب تدبير الله سبحانه وتعالى، ولا يقع شيء إلا بعلمه وأمره. يقول سبحانه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ومن عقيدتنا، من الأصول ديال الاعتقاد أيضا، بعد ما كنعتقدوا حنا بأن قاعد الشيء اللي كيسري في الكون بتدبير الله عز وجل، كنعتقدوا أيضا بأن الله سبحانه وتعالى ما قدر شيئا ولا دبر أمرا إلا لحكمة، هو الحكيم سبحانه، ومن مقتضى حكمته أن لا يقدر ولا يأمر ولا يشرع ولا يقضي بشيء إلا لحكم يعلمها سبحانه، علمها من علمها من أهل العلم ومن أهل النظر، ويجهلها أكثر الناس ومعظم الناس.
ومن جملة ما قدره الله عز وجل من الأمور اللي قدرها الله سبحانه وتعالى زي الأمور يخان غير قدر ربي عز وجل للكون وكتبه ولا يكون إلا بعلمه وأمره إنزال الغيث على من يشاء ومتى شاء فيصرفه لمن شاء ويصرفه عمن شاء. من الأمور اللي احنا كنعتقد بأن ذاك الشيء بتقدير الله سبحانه وتعالى هو قضية إنزال الغيث. هذا الشيء ديال الله سبحانه وتعالى. هاد الملاحدة وهاد الناس اللي كيدعوا العلم وما كيأمنوش وباغين يخليوا محور الكون كله هو الإنسان وباغين يألهو هاد الإنسان باغين يألهو زعما هو اللي كيدبر في كل شيء هو اللي تيدير كل شيء هو اللي واللي قد على كل شيء تكذبهم حقائق الكون التي نعيشها والإنسان دابا مخصوص في الماء في هذا الديار الآمنة المطمئنة التي صلى الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن فيها. هذه القضية دي الإنزال الغيث راه من تقدير الله ومن تدبير الله عز وجل. يقول الله عز وجل وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. اللي كتحرك شويه الهواء وكذا تجي داك السحاب وكذا كتكون واحد البشاره بان الشتاء جايه وقد يكون ذلك من العذاب والعياذ بالله. صلى الله السلامه والعافيه حتى لا نكون ممن قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. صلى الله السلامه والعافيه. وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا تحرك ذاك الحركه ديال الهواء وكذا الله عز وجل تيقول لك انا اللي كيقول لك وهو الذي ارسل او وهو الذي يرسل كيقول لك شوف ما تبقاش داك الشيء تنسبوا للطبيعه لان كاين شي وحدين دابا من كثره التعلق بالماديات ولا اي حاجه كيبغي يفسرها ماديا اي حاجه حركه الارض الحركه التكتونيه وكذا والطبقات وما عرفت شنو وقع فيضان يقول لك وقع القحط والجفاف يقول لك احد قال الضغط والتيار الهوائي وما عرفت شنو. نعم هذا الشيء راه صحيح هذه راه سنن راه ما دايرهاش انا دايرها ربي سبحانه وتعالى لكن كاين اللي كيتصرف في هذه السنن وكيصرفها كما يشاء وحيث يشاء اللي هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل اللي امرنا باش اننا نشوفوا في هذا الكون ونتبصروا في هذا الخلق وهذا كان من أول الأمر اقرأ باسم ربك باش غادي نعرفوه الذي خلق. اقرأ يا محمد باسم ربك. من ربنا هذا بما نعرفه الذي خلق. وماذا خلق؟ خلق الإنسان. قرأ هذا الكون كله قرآن. ولذلك العلماء ملي كيهضروا على الآيات اللي كتعرفنا على الله عز وجل كيقول كاين آيات الآفاق وآيات الأنفس. آيات ديال الكون اللي داير بالإنسان والآيات ديال هاد النفس البشرية. هاد النطفة اللي لم تكن بالأمس وصارت بشرا يتكلم وينطق ويبين. هذا الجمع الغفير الذي لم يكن كان حتى شي واحد فينا ما كان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. باش عمر الجمع دابا جمع عامر باش بنطف خلقها رب الخلق سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. الله عز وجل هو اللي كيقول لنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحانه. هذه الآيات ديال الخلق ديال الإنسان. من هذه الآيات إرسال الرياح. يقول الله عز وجل وهو كيقول لك أنا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. علاش؟ لنحيي به بلدة ميتة. الأرض كتكون ميتة محتاجة للغيث وكاع الناس تقول لك تعطلات الشتاء الله يغيثنا الله يرحمنا من عنده اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. الله سبحانه وتعالى يقول بأن هذا الإنزال ديال الماء لنحيي به بلدة ميتة
ونسقيه مما خلقنا. هذا الماء اللي كينزل ما محتاجوش غير النبات، محتاجينه حتى البهائم والناس. يقول سبحانه ونسقيه أنا اللي كنسقيكم، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ثم اسمع ماذا يقول الله عز وجل، ولقد صرفناه بينهم. صرفناه، ما معنى صرفناه؟ شكون اللي كيتصرف فيه؟ طاحت الشتا هنا وما طاحتش له، طاحت هنا وما طاحش له، طاحت له وما طاحش في بطاقة أخرى. بل أنت كتكون جاي غير من سلوان الناظور ولا من زغنغان الناظور ولا من بلينصار، تطيح الشتا شوية ما طيح الشتا، تجد شوية أوه الناظور طاحت في الشتا. من الذي يصرفه؟ من الذي يصرفه؟ يقول الله عز وجل ولقد صرفناه بينهم. علاش؟ ليذكروا. احنا عندنا هذا الشيء عادي، حيت ولفناه، حيت بلد عندنا الإحساس. راه مصيبة حين تتطبع النفس على الشيء فيغيب عنها التدبر في حقيقته. راه مصيبة ملي كنوليو تنشوفوا آية الله عز وجل وما تنحسوش بها، تنحسوش بها. من انت مشيتي تشوف البحر قدو قداش لكن ما كيتحركش قلبه تماما نهائيا، تيشوف الشمس، تيشوف الليل، تيشوف النجوم، تيشوف تساقط الامطار، تيشوف الثلوج. فوقاش كيستغرب الانسان، فوقاش كيهضر الانسان ملي تيشوف شي حاجه اللي ما بزاف هادي ما شافهاش. ملي كطيح شويه ديال الثلج غليظ كيقول اوه يفوت فري وثير مزري دي قمزرو، لان بزاف هادي. لكن الشتا اللي مولفت تشوفها دائما صافي، ما بقتش كتذكرك بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى كيقول لك راه هاد الشتا اللي كطيح وكتقيس بلايص وما كتقيسش بلايص اخرى، انا اللي كنصرفها، انا اللي كنحول الشتا من لهيه. وتصيب قوما ولا تصيب اخرين. علاش؟ يقول الله عز وجل ليذكروا، ليذكروا. لكن اسمع، فابى اكثر الناس الا كفورا. شوف يا بلاد، سبحان الله العظيم، اكثر الناس، اكثر الناس يأبون الا النكران والكفران بهذه الحجج والآيات البينات ولهذه النعم التي ينزلها رب العزة سبحانه وتعالى. ايها الإخوة الفضلاء، هذا المطر ينزل كل عام، الا ان الله لحكمته البالغة يصرفه كيف يشاء او يصرفه كيف يشاء، فينزله على قوم ويحبسه عن قوم آخرين. أما كمية الأمطار، كمية ديال الشتا اللي كطيح، أنا غنقول هضرة بناء على أثر صحيح، واللي بغي يقلب في العلم يمشي يقلب، احنا ما شغلناش. اسمع، يقول ابن عباس، روي عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا وهو ترجمان القرآن، ولا يتصور أن يقول ابن عباس هذا من رأيه، لأن هذا لا يقال بمجرد الرأي. يقول ابن عباس فيما رواه الحاكم وصححه، والبيهقي أيضا قد أخرج الأثر في سننه وصححه صاحب السلسلة الصحيحة الألباني رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا. يقول ابن عباس ما من عام بأقل مطرا من عام، ولكن الله يصرفه حيث يشاء. قالك ما كاينش شي عام اللي غطيح الشتاء قل من العام الفايت. يعني بغى يقول لنا ابن عباس راه كل عام داكشي اللي كيطيح ديال الشتاء نفسه. وفين الاشكال؟ كيقول لك الاشكال ان داك الشتاء ما كطيحش في نفس المكان، ربي كيصرفها. هذا النهار كثر الخير لها وقل لها، هاد النهار ديك المنطقة ما فيهاش قطرة ديال الماء نهائيا، ست شهور والناس كتسنى في المطار والغيث لا شيء، والمنطقة الفلانية فيضان، فيضان، ناس غرقت في الماء، ناس غرقت في الماء. كيقول لك الكمية ديال الماء اللي كتنزل نفسها، لكن الله يصرفه، يصرفه كيف يشاء، فيصرفه إلى من يشاء ويصرفه عمن شاء سبحانه سبحانه. فصرف الغيث عن بلادنا، ان الشتاء ما طاحش عندنا حنا خنشتين ديت مهنق ويثبون هادشي عارفينه. صرف الغيث عن بلادنا
أمر محزن لذوي القلوب النقية الطاهرة المؤمنة، وأمر محزن للمحتاجين الذين يشعرون بآثار صرف هذا الغيث، لأن أثر ذلك يبدو في حياتهم ومعيشتهم. كل شيء غالي، كل شيء غالي. من الأسباب، ماشي هذا هو السبب، فأنا سمرت واخا يقطح الشتا ويكون الخير كاين الغلا، حيت داك الشيء موضوع مشبك مشبك، شوان مسحبو قنزاوه خرخور شي مرات. بعد أن أنت أي واحد كيمشي كيسول خويا قاجي واقي ينزعوالو يوقا ويا الديشا، ها أبي وث ونزا سيمانة أطاح شتيني في غرا، ها غتوي دقيت نقى ما يغرا، والترونسبور باش كيجي الكاميون وكيجيب الخضرة وكذا راه هذاك الشيء مكلف، راه ما بقاش داك الشيء. المهم الغلا راه كاين، المهم الغلا راه كاين، الغلا راه كاين. هاد المحتاجين، هاد الناس اللي كيحسوا بالشتاء انه مخصوصين فيها، علاش؟ لان فين ما قرب تلقى الغلا، ايش ما قرب. كما ان نزول الغيث نعمه من الله عز وجل، وصرف هذه النعمه عن قوم نذير خطر وإشارة تخويف. راه شتا نعمة، أنزادي جن النعمة، ماش تمسا سيدا بنشي النعمة يو ولا اختي وشيشا، ماش تمسا فعذر خانغ، ماش تمسا قانغ ديش هان تنعاش والو. علاش؟ علاش هاد صرف النعمة؟ الإنسان خص يعرف، خص يسأل راسه، يسول، يسائل المرء نفسه. وفسرها لي عاود بالعلامة الكونية، لا لا، هنا غنفسروها بالنصوص الشرعية. اللي عجبو يسمع، اللي ما عجبوش يسمعنا، يجي الجمعة الجاية نعطيه المنبر ويطلع ويفسر لينا ويقول لينا علاش حتى ما طاحتش، فين مشى داك التيار الهوائي وداك الضغط الجوي، قايو ذا شان مارت تخصنا تفهم ديش انت مستراين. ما النصوص كتهضر واضح، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. شحال من قرية، شحال من بلاد، شحال من دولة، شحال من أرض، شحال من أمة كانت آمنة مطمئنة عايشة هانية، وقت الحريت حريت، وقت الزرع زرع، وقت الغرس غرس، وقت الحصاد حصاد، فلاحة غادية بواحد الانتظام، واحد الانتظام، وقت الشتاء شتاء. طيب وصل ذاك الشتاء تبدا الشتاء تطيح. ذاك الشيء من عند مولانا ربي سبحانه وتعالى يصرفه جل في علاه. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، اش دارت؟ فكفرت بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله. يقول الله عز وجل القرية كتكون هانية عايشة الأمن والرغد والرخاء، ناس واكلة شاربة مستورة وما مخصوصة تفشي حاجة، مخصوصة تفشي حاجة. لكن كيف ظهر بوادر الكفر ديال النعم، كيبان الكفر ديال النعم. الأمة عايشة، احنا كنا عايشين واحد الأمن، استقرين في عقائدنا، عايشين واحد الأمن في فكرنا، عايشين واحد الأمن في أسرنا، عايشين واحد الأمن في مجتمعنا، عايشين واحد الأمن فيما بيننا، عايشين واحد الأمن في قيمنا وأخلاقنا. كنا مأمنين، كنا مأمنين على وليداتنا، كنا مأمنين على أسرنا، كنا مأمنين على عقائدنا وديننا، كنا مأمنين، كنا مأمنين. الإنسان كان عايش واحد النعمة، كان آمن مطمئن وما خسوا حتى شي حاجة. لكن كي يظهروا فيك شي وحدين يريدون أن يكفروا نعمة الله، كيبغيو يكفروا هاد النعم، هاد الأمن اللي كنا عايشينه. كاين شي وحدين اللي ما باغيينوش، ما باغيينوش، ما باغيينش الأمة تبقى آمنة مستقرة موحدة متحدة على كلمة واحدة وعلى قلب رجل واحد. لا لا، يقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. فمن لبان هذا الكفر
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. شي ما كيجيش غير هكا. فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. يصنعون إن هذه البلاد أيها الإخوة الفضلاء كما قلت كانت بلادا آمنة مطمئنة، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة الأمن والطمأنينة. كانت آمنة في عقيدتها، آمنة في سياساتها، آمنة في أسرها، آمنة في قيمها، آمنة في مرجعيتها، آمنة في فكرها، محتشمة في إعلامها. احنا نعقلوا، احنا نعقلوا كنت تقدر تجلس مع العائلة وتفرج في التلفازة وما تشوف شي حاجة اللي قدر شي واحد فينا دابا يجلس يشعل التلفازة احدى العائلة يالله يقول لي ها كانت العائلة كتجمع وكتفرج فيلم وتبع مسلسل وبالحلقات ديالو، وتلقى الاب كيعيط لولاده عيط عيط لمحمد عيط لفلان جمعوا اجوا تفاج بقى قوات بدا الحلقه. كانت الاعلام محتشم محتشم، حتى الا داز الاشهار ديال شي حاجه اشهار محتشم. تملين بغيو نديروا الاشهار لشي نوع ديال الغسيل ديال الشامبون ولا شي حاجه كنجيبوا دري صغير وكندوشوا ليه، كانوا يجيبوا غير واحد دري صغير وامو كدوش ليه. دابا مولي كدوش مولي ولات كدير الاشهار الشامبون، مابقاش دري صغير حيدناه زرفناه. كان الإعلام محتشما، كانت أمة آمنة، لكن قد ظهر فيها من يريد كفران هذه النعم، من يريد أن يبدل نعمة الله كفرا وأن يحل قومنا وبلدنا دار البوار، نعوذ بالله عز وجل. إن الحديث عن مرجعية كونية، نسلك تهضر على واحد المرجعية كونية، ونحن أمة ودولة مرجعيتنا مرجعية إسلامية. إن الذين يسعون سعيا حثيثا إلى تطبيع المجتمع الإسلامي على التعهر والرذيلة، كاين فينا اللي بغينا نطبعوا نطبعوا مع الرذيلة نطبعوا شوية بشوية. راه قلتها لكم سابقا وغنعاودها، وعقلوا عليها عقلوا عليها عقلوا عليها. مازال غتولي تشوف شي مظاهر اللي بالأمس كنت غير مجرد تسمعها تتقزز منها، تولي تشوف تولي تشوف. كان كيبان غير واحد احقار واحد خر في الشارع الفلاني ولابس اللباس ديال المراه وراناضوا لي شي وحدين وضربوه وداروا لي وفعلوا لي غير خبر شائع. لا غير بلي دابا خرجه اعلاميه هذيك، غتولي هذيك تظاهره هذيك، وغيتعطى ليه الميكرو وغيهضر وغيصرح وغينتقد، واي واحد هضر عليه ولا انتقده غيتعتبر متطرف واصولي وما باغيش يتعايش. صار فينا من يريد أن يتطبع هذا المجتمع مع التعهر والرذيلة والعياذ بالله. صار فينا من يريد أن يسلخ هذا المجتمع عن هويته، من أراد أن يفقد هذا المجتمع الشعور بالقيم الأخلاقية الأصيلة. صار فيه من يريد أن يجرده من كل مقومات المقاومة للروافد الحضارية الغربية والأفكار الدخيلة والقيم الدنيئة والرذيلة، نعوذ بالله. هذا تبديل لنعمة الله كفرا. إن الذين بدلوا نعمة الله كفرا، هذا هو التبديل ديال نعم الله سبحانه وتعالى. احنا عايشين في واحد الأمن، في واحد الاستقرار، عايشين في واحد الراحة. كانت المعتقد ديال المسلمين معتقد سليم، الناس في المساجد تتقيم الأعياد والصلوات والمناسبات، الأفراح ديالنا ما فيهاش قيم دخيلة، واحد اللحمة بين الناس، واحد التواصل بين أفراد المجتمع، واحد صلة الأرحام، واحد الصدق في المعاملة، مجموعة أمور اندثرت والعياذ بالله. هذا تغيير وتبديل لأنعم الله عز وجل، وهذا من أعظم أسباب انحباس المطر. ما نعرف هي نزلت ربي واثي سباعد بويا مني واه قويت كس بويا مني واه. ربي سبحانه وتعالى ربي ما تيحبسش المطر غير هكك، لا لا راه كاين علاش، كاين السبب. هاد الاسباب المعنويه، هاد الاسباب الشرعيه هي اللي كتخلي ربي عز وجل يصرف نعمه عن خلقه، كيصرف النعم ديالو على العباد، كيصرفها
ويديها لجهة أخرى وما تقول لي ياش قيرومي قفصنا نزاق غاسن كذا روحة تعيش سير سير سير. كاين واحد السنة أخرى اللي سميتها سنة الاستدراج، كاين سنة أخرى اللي سميتها سنة الاستدراج لما عرفهاش الإنسان الجاهل بشرع الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله الذي جاءنا بكتاب هو كالشمس في ضحاها وبسنة هي كالقمر إذا تلاه، فمن عمل به ما كان كمن يمشي في ضوء النهار إذا جلاه، ومن زاغ عنه ما كان كمن يمشي في ظلمة الليل إذا يغشاه. فاللهم لا تجعلنا ممن يزيغون عن سنة نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم آمين آمين آمين. قلت أيها الإخوة الفضلاء إن من أعظم أسباب انحباس المطر وانقطاع الغيث الإعراض عن هدي الله وعن نهج القرآن وعن سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. هذه هي العقيدة اللي عندنا احنا، هذا هو التفسير اللي كتفسر به النصوص هذا الأمر. كاين إيمان كاين تقوى كاين الخير والبركة واخا قليل، ماشي القضية ديال كثرة الشتاء. الناس راه عاشت في البادية، كان غير داك الندى غير داك الشوية ديال الندى ديال الصباح والزرع تبارك الله كيوصل وكينبت والفلاحة كتعطي محصولها ومنتوجها والخير كيفايض. شي حاجة قليلة شي حاجة قليلة. ولو أن أهل القرى، اسمع ماشي أنا اللي كنقول، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، اسمع ربي، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. ربي عز وجل كيقول لك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لإيمان وتقوى وكسبوا منوس نرخى من يزدغيك، بقيش تخمم الخير منين غيجي، داك الشيء عند الله. ربي ما طلبش منك، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء كيحلف ربي عز وجل، فورب السماء وكيحلف بالربوبية ديالو، مع أنه حلف مواطن كثيرة في مواضيع كثيرة في القرآن الكريم، حلف الشمس والليلي والنجمي والعصري والضحى، لكن من اللي جا كيحلف لنا على الرزق باش يطمئن هذا الإنسان، نشفى ورب السماء كيحلف بالربوبية ديال ربي سبحانه وتعالى إن هذا حق مثل أم مثل ما أنكم تنطقون. يقول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تأخر نزول الغيث وانحباس المطر ليس بسبب تغير في الأحوال المناخية، هذا خصنا نعتقدوه ونآمنوا به ونستحضروه أيها الإخوة الفضلاء. وحنا رغم اللي كنقولوا هذا الشيء ماشي عندنا حب جلد الذات، لا حنا بغينا نجيو نعايروا عباد الله ونعايروا الناس، أول المقصرين نحن، أول المفرطين نحن، أول من يكب في النار عالم لم يعمل بعلمه صلى الله عليه وسلم والعافية. صحاب الكلام الخاطب اللي كيهضر للناس زعما راه هو راه مطفرها، احنا كلنا مذنبون مقصرون. احنا كنقولوا هذا الشيء باش الإنسان يراجع راسه، يوقف وقفة محاسبة مع نفسه، ما يبقاش يقول الشتا والو انزا والو ما طاحت الشتا او شهر 11 هذا شهر 12 هذا. اي نعم قد تكون انت سبب من الأسباب، انت واحد من الأسباب، أنا واحد من الأسباب. إحنا كنذكروا بهذا الشيء باش الإنسان يراجع تصرفاته، حيت كيجي وحدين ما كيعجبهمش الحال كيقول لك يا صافي هذا جا باش يسبنا ويقول لنا راه الشتا ما طاحتش حيت نتوما معوجين وحيت منحارفين. وأنعم صحيح كنهضر على راسي وكنهضر مع اللي كيرضى بالحق، يقول لك واه أنا ما مقادش أنا ما نقيش أنا عوج أنا منحارف أنا فيها أخطاء أنا مقصر أنا ما قيمش بالواجب أنا مهمل الوالدية أنا مهمل لولادي أنا مقصر في حق زوجتي أنا معدي على الجيران أنا قطع صلة الرحم أنا ما كنوفيش حق الوظيفة أنا ما كنقومش بالمهمة أنا مقصر في حق التلاميذ أنا ماشي منصف في الحكم على الناس أنا تعاملت بالربا أنا كنكذب أنا شحال من نظرة فلتت ليا أنا شحال من على قدرتها غير شرعية أنا شحال من تقصير. حاسب راسك، قول لي شي واحد يقول لك أنا ما دير حتى شي حاجة يوقف شينين شوكي غراديش نحاش سيو مرات غاش تصدعني غير بيلارين ديال حاشت النظم
ما أي واحد فينا مقصر، حنا كنذكروا بهذا الشيء باش نعرفوا بأننا مقصرون جميعا، كلنا أفراد جماعات هيئات مؤسسات، الكل مقصر. فين ما مشيتي كاين تقصير، فين ما مشيتي كاين تقصير، كاين خلل. كل واحد يسول، سولوا فين موقع الصلاة في اهتماماتنا واهتمامات أبنائنا. شوف الجمع دابا كي راه داير، أجي مع العصر وشوف، أجي مع العصر. الجوامع دابا كلها عامرة، أجي مع العصر، أجي مع المغرب، أجي مع العشاء، وبلا ما نقول لك أجي مع الفجر باش تعرف شنو الأولوية. هتقول يا ودي ما كان بغي نفيق ما كان قدرش، كون عندك شي سويقة ديال العيد جيب شي حولي هتسوق بكري أتي الزاج كيك السابن. ها عندك شي سفر بعيد ها مع الجوج راك فايق، دري ما كيبغيش ينوض ليا نهار الامتحان ديال البكالوريا غينوض على النبوري وغتنوضو يفطر ويوجد راسو حاش عيد عنده امتحان. الدري عندها مباراه خصها تمشي وتفيق بكري توجد راسها وتلقاها جالسه وكتقرا قبل الفجر. قبل الفجر فين موقع الصلاه في اهتماماتنا؟ فين موقع الزكاه؟ فين اولويتها في اموالنا واموال التجار والملاك عندنا؟ فين اولويتها؟ فين مسؤوليه الامانه؟ فين الامانه في الوظائف والمسؤوليات التي أنيطت بنا؟ فين؟ فين الرحمة في مستشفياتنا ومستوصفاتنا؟ إلا من رحم الله عز وجل، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فين؟ فين الإتقان في حرفنا ومهننا وصنائعنا؟ فين الإتقان عند الحرفية والصنائعية؟ فين؟ فين الإتقان؟ فين الصدق في البيع والشراء وفي المعاملات؟ فين؟ فين حس المسؤولية ديال الناس اللي وعدوا الناس وخذوا على أكتافهم مسؤولية الناس؟ فين فين حس الأمان؟ فين حس المسؤولية؟ وقس على ذلك، قس على ذلك. دخل فين الحشمة والستر والعفاف والحياء في إعلامنا؟ في قنواتنا؟ فين فين؟ وكل واحد يوزن. علاش حنا في الشرع ديالنا ملي ما كطيح الشتاء كنجي ونصلي وصلاة الاستسقاء؟ شنو هي صلاة الاستسقاء؟ مين تعنى صلاة الاستسقاء؟ صلاة الاستسقاء هو التزغى سيد عبد السنين إذا قانش مقصر، قانش مذنب، قانش مفريت، قانش تغى تشوقي غوة، قانش تغى عجف غوة، قانش تغى مخمكي غيروح، قانش تغى تتغمين موفيق، قانش تغى تميز غجال حلال الحرام، قانش تغى نهب غوة، قانش تغى تمعامل غصر حرام، قانش تغى واشتريع عقبو الحق يا رب سبحانه وتعالى. قاش تغيو مقصر شلا امور؟ علاش كنجي نصلي؟ مين تعنى صلاه الاستسقاء؟ مين تعنى صلاه الاستسقاء؟ ما تغش تعذر تقوبو تتمشط مليح حتى زادت صوادن واش تخزاد ما تفغطش تنيد ما تفغط واحد حريني؟ وصلاه الاستسقاء هي تجي تعترف، هو تجي تعترف بين يدي الله سبحانه وتعالى بتقصيرك. دي صلاه الاستسقاء. دومي قال صلاه الاستسقاء، صلاه الاستسقاء هي اللي انك كتجي كتقول يا ربي يا ربي حنا راك جيناك ما تاخذناش، ما تديرش علينا، لا تواخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء او منا. يا رب يا رب حنا جينا كنستغفروك، جينا تايبين ليك، جينا كنترجاوك، جينا تنرغبوك، جينا تنسالوك. حنا ما كاينش اللي غيغيتنا من غيرك يا رب يا رب. شنو تجيبو الفارينا وميريكان اذا غيفكن؟ شنو دانزا اذا غيفكان يا رب؟ شنو كنتعيش سمين دا نختي الشاك؟ هذه صلاه الاستسقاء، هذه صلاه الاستسقاء. اما التاسغ دي تسمى تواريث بروتوكول وهاني غتاس غدا تستعد غير وقت وها صلى الله السلامة والعافية، صلى الله السلامة والعافية. تقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا. شنو هي النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا. حق ربي قال، قالها سيدنا نوح لقومه، يا قوم استغفروا ربكم. هذا راه ماشي سنة ديال دابا، سنة ديال زمان، هذه سنة الله عز وجل في القرون الخوالي. دائما دائما الإنسان مقصر مذنب مفرط غافل لاهي ساهي تالف تايه مفتون مضيع الحقوق زاط شلا حوايج واقع في المحرمات تعامل شلا حوايج شلا حوايج. كل واحد راه عارف، كان جي ونصلي وصلاة الاستسقاء يقول يا رب قد تبنا إليك ورجعنا إليك ورفعنا أكفنا إليك، نستغفرك يا رب فاغفر لنا، اللهم إنك أنت الغفار فاغفر لنا،
اللهم إنك أنت الغفار واغفر لنا، اللهم إنك أنت الغفار واغفر لنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، 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 اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت، اللهم ارفع عنا الجهد والقحط والجفاف، اللهم ارفع عنا الجهد والقحط والجفاف، اللهم ارفع عنا الجهد والقحط والجفاف، اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع، اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم سقيا خير، اللهم سقيا نافعة، اللهم سقيا نافعة، اللهم سقيا نافعة، اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا، اللهم ارزقنا توبة صادقة، اللهم ارزقنا توبة صادقة، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا ربنا، اللهم نسألك في هذه الساعة، ونسألك يا رب أن تكون ساعة إجابة، أن تديم علينا نعمة الأمن يا رب، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، عندنا جوج ديال الجنائز رجل وامرأة، اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما وأكرم نزلهما ووسع مدخلهما واغسلهما بالثلج والماء والبرد ونقهما من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدلهما دارا خيرا من دارهم، اللهم أبدلهما دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم إنك الرحمن فارحمهم، إنك الكريم فأكرمهم، اللهم تجاوز عنا وعنهم، اللهم تجاوز عنا وعنهم، اللهم تجاوز عنا وعنهم، ملك البلاد أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، قيض له بطانة من أخلص العباد يعينونه على ما به صلاح البلاد والعباد، إنك ولي ذلك والقادر عليه، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فأنت الأعز الأكرم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب لك، وأقم الصلاة.